سعيد عليك. حلقة جديدة يا باشمهندس. حضرتك عندي تصريف البلاتو اتنين حضرتك، والله ما ينفعش كده. واخد قد كده؟ أنا جاي حضرتك مع هاوي. والله ما ينفع. معلش يا باشمهندس. اتفضل حضرتك، اتفضل. سعيد عليك يا جماعة. يا علاء تعالى شيل المايك يا علاء. خلاص يا باشمهندس. يا علاء تعالى يا علاء. خلاص يا علاء. خلاص يا باشمهندس. سعيد عليك يا جماعة، حلقة جديدة من برنامج بقالة نجم. حضرتك معانا الدكتور العالم الفني للتاريخ المعماري الدكتور مجدي قطب، طبعا مش شقيق الدكتوره هبه قطب. حضرتك بنرحب بيك. معلش بس يا جماعه بنرحب بيك في الحلقه النهارده، منورنا والله العظيم. حضرتك ايه رايك بعد اللي احنا شفناه من الشعب المصري، ايه رايك في الثقافه الشعب المصري اللي انت سمعته يعني؟ ثقافه متدنيه وينطبق عليهم المثل اللي هو شعب نجماء وطب لا يفرق عصا والله. دي حقيقه. في دراسه حضرتك لحياته واعماله هكتر جيمار، ايه رايك فيه؟ انا شايف ان هو معماري كويس، ومعماري كان مشهور جدا، وهو كان فرنسي الجنسيه، وهو كان مصمم للارت نيفو، وكان اللي عنده تصميمات كتيره فيها، وهو كان مولود غالبا في 1876. هو كان يعني من الزمن الجميل، كان من بدايه المدارس الجميله في الفن المعماري والفن الديكور. هو يعني هو ليه الناحيه دي شويه تعقيبات على كلامه وعلى تصميماته، بس هو كمعماري هو معماري متكامل وانشا مدارس كبيره وكانت كويسه. رجعنا تاني لحضرتك، ونحب نسالك ممكن تدينا نبذه صغيره عن حياته كمعماري؟ هو جيمار كان باختصار ابتدى تعليمه كلها في سنه 82 في الايكول ناسيونال دوزار دي كرياتيف، كانت في باريس، وبعد كده راح للايكول دو بوزار، هي دي اللي هي كانت كليه الفنون الجميله هناك. وهناك ابتدى يتعلم كل تعاليمه الجديده، وان هو ازاي يبقى في الديكور ويبقى في المعماري في الهندسه المعماريه، ازاي يفصل بين حياته هنا وحياته هنا وتصاميمه هنا وتصاميمه هنا. بس نطلع فاصل ونرجع لبعض تاني. ها برضه مش عايز سندوتش يا نبيل؟ والله لو عملت قرد انا اللي قرد يا نبيل. يهب مش هندهش. ما تركت لي حل ثاني يا نبيل. زوزو هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو، اولى الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هو، كده هو كده هو وكده كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي تبان ولا اي اندهش. انت بتعاندني يعني. راحت عليك يا زوزو. ست طبقات من الويف، اربع الشوكولاته في شكل هرمي عجيب. فريسكه مندهش. سؤال النهارده عن المعماري الشهير هكتور جيمار، وان هو رائد من رواد مدرسه الار نوفو. عايزين نشوف اراء الناس في الشارع. مساء الخير. مساء الفل. ممكن اسالك سؤال؟ اكيد طبعا. عايز هكتور جيمار؟ اسمع، ده كان رائد من رواد مدرسة الأرنبو. هو ده بيجيلي في مطار وكده وبيسكت وبيسكت وعلى حسب يعني كده الدنيا. هكتور جيمار؟ أيوة يا ابني، دماغه عالية أوي. مساء الخير. مساء النور. تعرف هكتور جيمار؟ طبعا معماري معروف، ده كان من اوائل القاده في الارض وهو في فرنسا، ده حتى كانوا بيطلقوا على الستايل بتاعه جيمارد ستايل في فرنسا كلهم، على كل المعماريين كانوا بيطلقوا عليه كده في فرنسا. ايه ده ممتاز، انت عرفت الكلام ده منين؟ اصل انا كنت معماري يا مدام والله، والدنيا اتحولت بيا وبقيت سواق تاكسي ومش لاقي شغلانه والحاله ضنك على الاخر والله. وبالنسبة لمدرسة الأرنبو؟ طبعا دي موجودة أول الشارع تجريبي دي تقريبا، بس مش عارف إذا كان بنين ولا مختلط بصراحة. مساء الخير. تعرفي هكتور جيمار؟ طبعا ده ماي فيفورت فاشن ديزاينر، بحب جدا تصميماته تحفة. ده فاشن بروكر؟ لا سوري. تعرف ايه عن هكتور جيمار؟ هكتور جيمار؟ ده معماري فرنسي اعتقد. ايوه. وكان عنده وقتها 1867، اتولد في ليون، وكان انتيريور ديزاينر، وكان وهجر سنه 1933 وراح نيويورك ومات هناك، واعتقد ان كان في ري ستايل باسمه. لو سمحت ممكن اسألك سؤال؟ معلش. تعرف هكتور جيمار؟
جيمار مين يا أمة؟ جيمار مين؟ أنت شايف الزبالة اللي إحنا فيها؟ أيام سودة، أيام سودة. ارجع على الفندق. What? Go home. Okay. إيه؟ وشو؟ تعرف الجيمار؟ والله ما أدري. الجيمار هذا الأرض. إيه هذا حق ليفربول حق الدوري الإنجليزي. ايه هو ده معماري كبير. لا ما هو هذا، ما هو هذا لاعب كوره. لا مش لاعب كوره والله، توه ملاعب النصر السعودي. مش لاعب كوره، توه لاعب يا مش لاعب كوره. هذا لاعب، انا ادري انت ما تدري، هذا لاعب، هذا 80 مليون. انا ادري، انا انت ما تدري شيء. ده مش لاعب كوره، ده توني بصور معاه في لندن. تاني معانا اتصال هاتفي، مدام سميحه من دار السلام. الو الو. ايوه يا باشا، بقول لك ايه، انا كنت بس متابعه عن جيمارد ده. يا ماما بس يا بنت بس. ايوه وجيمارد ده بقى ايه، انا كنت بقرا عنه كتير قوي. مش شوش الصوت بس يا مدام بعد اذنك. الصوت ايوه انا معاك اهو. ايوه انا سميحه من ايوه من دار السلام. يا ماما بس يا بنت بس، انا كنت عايزه بس اعرف ايه هو جيمارد ده كان بيأثر عليه ايه؟ يعني ايه تأثيراته يعني اللي كان بيأثر عليه؟ بس بس يا بنت بقى. يا ولية اقفل التليفون يا ولية، يخرب بيتك الفاتورة. شكرا يا مدام سميحة، حضرتك تفضل تجاوب على السؤال بتاعها. تمام، بالنسبة لمدام سميحة هي كانت بتسأل على الديزاينر اللي هو المفروض الحاجات اللي اتأثرت بيها. الحاجات اللي هو اتأثر بيها، هو اتأثر بالديزاينر البلجيكي المعروف جدا طبعا، فيكتور هورتا. هو كانت اعماله كان يعني كان مفهومها الفني وليها تأثير على وليها تأثير جامد جدا على اعماله وهو كمعماري، وفضل تأثيرها لمده طويله جدا وأثر على جميع مدارس على مدارس ثانيه. ومعانا مداخله هاتفيه ثانيه من الاستاذه ياسمين خالد من جامعه المعماري. اتفضلي يا استاذه ياسمين. مساء الخير جميعا، انا كنت بعمل مقال عن هكتور جيمار وكنت حابه اضيف كذا معلومه. اول حاجه، اول عمل ليه انه كان هو لازم يعمل انتيرير بتاع او جراند نيبتون، وده ريستورانت في باريس. تاني حاجه كان عمل لكان كتير لمساكن خاصه في باريس وضواحيها، ومن الصفات اللي كانت بيطلقوها على اعمال هكتور اعاده الادماج السلس للهيكل وزغرفه، حافز قوي للانتقال من العالم التصميم الفن الحديث الى الحداثه، وده كان في اوائل القرن العشرين. ثاني حاجه، هو كان بيحدد الوقت اللي كان بيشتغل فيه في الفاشن والازياء، وكان جذوره من الارت نوفو. بس في الاخر كانت شهرته كواحد من اعظم الفنانين المصممين في التاريخ. شكرا استاذ ياسمين. تحب ايه تضيف حضرتك للكلام الاستاذ ياسمين؟ ان اللي كان من اعماله المعروفه جدا برضو اللي هي مداخل المترو بتاع باريس، وكان يعني في الوقت ده كان خلص المعرض العالمي سنه 1990، وكان جيمارد هو اللي صمم برضو مداخل المترو على الارت نوفو ستايل، وكان يضم كان التصميم بس يعني الكونستراكشن بتاعه كان بيضم الحديد والبرونز والازاز اللي كان في سنه 86 لغايه النهارده بيستعملوه في كل المباني. بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي مطبع على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نشوف حضرتك في فرصه ثانيه ان شاء الله. نشكر المشاهدين على متابعتكم لينا، ونتفرج دلوقتي على المشترك الفائز في حلقه النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. كان معكم محمد نجم من برنامج بقلم نجم. اهلا من قلب الحدث امام منزل ام سعيد، كسبت 100,000 جنيه وهنفاجئها. ثانيه واحده. يا ولية افتح الباب يا اختي. ده انتوا ايه ده؟ افتح يا ولية الباب. ايوه مين؟ افتح يا حاجة. مساء الخير. ايه ده؟ حضرة سعيد؟ ده الاستاذ حسني. يا حاجة لا، يا حاجة لا. والله العظيم. افتح يا حاجة. حاجة أم سعيد؟ أيوه. مبروك يا حاجة، كسبتي معانا من برنامج بقى دي. أيوه يا حاجة. الله يا حبيبي. الله يا حبيبي. الله يا حبيبي. الله يا حبيبي.
100,000 جنيه جايزه. ده انا هجيب كروت شحن ايه بقى واصوت للواد مينا بتاع. لا 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 مينا بس انا هقول لك على حاجه شويه هجيب مش مينا بس يا بنت هجيبها من كروت شحن المينا واصور مينا مش مينا ازاي يا حماده ازاي الواد حماده بتاع بص ابني ده ابني ده الجميل هجيب بس ده بس وهتبرع بقى ايه ب 10000 جنيه صندوق 30 6 30 6 عشان خاطر السيسي ايوه انا بحبه قوي طب هل عندك اي معلومات اكتر من الاجابه انت جاوبتي فيها ايوه ايوه بص انا كنت بقرا على جيمارد ده وكان بقى ايه بقى هو بص انا هقول لك بص جيمارد ده كان معماري فرنساوي شهير وكان اتولد في ليون وبعدين لا استنى بس الفلوس دي هتديها لي بعدين استنى خليك انت انا شايلاك بعدين خليك هدخلك اشربك شربات كلم يا استنى بص وبعدين بقى ايه هو كان قائد من قواد المدرسه الارنوفو وكان وسموه ستايل باسمه عقبالك كده ما يسموه ستايل باسمك يا استاذ والله وبعدين بقى ايه شويه وعمل شويه بقى ايه انترانسات عارف يعني ايه انترانسات؟ لا والله يعني مداخل يعني مداخل مداخل مترو المهم بعد ما دخل المترو ده راح بقى ايه عمل بقى حاجات كتير قوي في باريس طيب اكيد انت بقى بتثقفي ابنك حماده على المعلومات ان هو صغير تعالى يا حماده تعالى يا عم يا عم انت في البيت يا عم بتعلمك بقى ايوه ما تعرفنيش بحضرتك ايوه دي جارتي انا كنت حبيت اروح في الروح الله يخليك لبعض يا رب انت ابتسام انت ابتسام يا حماده ما جبتش شوكولاته ماشي ماما قالها شوف انا هقدم 100,000 جنيه شو انا مش انت بخميسي معايا ايوه يا ناس كتير ايه كان معكم من قلب الحدث محمد نجم من برنامج انا عمو 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 هتصور معاك يا عمو هتصور معايا ان شاء الله السلام عليكم عمو يا حماده خلاص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.